ليان من ألمانيا: أنا لم أغتب شخصا واحدا ولا جماعة واحدة، وإنما بهدت دولة كاملة. ما شاء الله يا ليان. قلت: أهل الدولة تشبه كذا، والله هذه الدولة مؤمنة، والله إني تائبة منها، فهل تقبل توبتي؟ المهم ما دمت قد تبت إلى الله فلا نريد أن نلتفت إلى ما مضى. وما أحلى أن يستخدم الإنسان لسانه فيما ينفعه. ماذا ستستفيد لو قلت البلد الفلاني أو الدولة الفلانية أو حتى نصف الكرة الأرضية الشمالي أو الجنوبي؟ ماذا نستفيد؟ ماذا سنستفيد عندما تقول ألف مرة للدولة الفلانية أهلها طيبون وغير طيبين؟ إيش حتستفيد؟ فإذا يا إخواني يجب علينا أن نشغل أنفسنا بما فيه مصلحتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: استعن بالله واحرص على ما ينفعك، الذي ينفعك في دينك، في علمك، في قيمك، في أخلاقك، في قربك من الله، في إحسانك للأقارب، في إحسانك للمسلمين، في فعل الخير، في كلمة الخير. هذا الذي تفعله. عود نفسك أن تكون إشعاع أنوار تضيء للناس دروب الحياة السليمة الطيبة الطاهرة، ولا تكون مش يعني تنفذ سموما في هذه الحياة أبدا. المسلم لا يجوز أن يكون إلا هكذا، ما يصدر منه إلا كل خير.